نشرة وقت ثامنة من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم وأهلا بك شعبان. أهلا سارة. والبداية بالعناوين. الرئيس السيسي يبدأ زيارة لنيو دلهي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على الإسراع في عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المختلفة. مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدة دول أوروبية. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. وزير المالية يعلن تدبير 2,300,000,000 جنيه لدعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات. إلى تفاصيل النشرة، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي وافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. وخلال الزيارة التي تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين في الهند، وكذلك رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الهندية نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. ولدى وصول سيادته العاصمة الهندية نيودلهي كان في استقباله كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في الهند. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن دعوة السيد الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا، والاهتمام العميق من الجانب الهندي. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن ترحيبه الحار برئيس عبد الفتاح السيسي، وفي تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي أكد مودي أن زيارة الرئيس السيسي لبلاده هي زيارة تاريخية كضيف رئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية ومسألة سعادة هائلة لجميع الهنود، كما أعرب عن تطلعه للمناقشات التي سيجريها مع الرئيس غدا. We'll be right back.
لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نيودلهي موفد أخبار مصر علاء رشوان. علاء، إذن لو تضعنا في أجندة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهم اللقاءات المقررة. نعم، زيارة رسمية هي ثالثة من نوعها، تأتي في وقت دقيق تسعى فيه البلدان كل من مصر والهند إلى دفع هذا التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة إلى أفاق أرحب للتفاعل والتعاطي مع عدد كبير من التحديات التي تواجه العالم بأسره. هذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكون متخمة بالعديد من النشاطات المكثفة، عدد كبير من اللقاءات التي من المنتظر أن يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من صباح الغد باستقبال لسيادته في مقر رئاسة الوزراء الهندية. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سوف يستقبل السيد الرئيس لتنطلق فعاليات هذا اللقاء الهام بين الجانبين، يختتم بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين، وأيضا يتبع ذلك عقد لقاء، عقد مؤتمر صحفي بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء الهندي. عقب هذا المؤتمر الصحفي ستوجه السيد الرئيس إلى مقر الرئاسة الهندية لتعقد قمة ثنائية هندية مصرية بين السيد الرئيس ورئيسة الهند. قمة سوف تتناول عدد كبير من ملفات التعاون، سواء فيما يتعلق بتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، أو فيما يتعلق باستشراف مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري. السيد الرئيس أيضا سوف يلتقي بوزير الخارجية الهندي، ومن بعد هذا اللقاء سوف يستقبل السيد الرئيس بمقر إقامته عدد من ممثلي مجتمع المال والأعمال على دائرة أو على مائدة للحوار المشترك والممتد بين الجانبين لاستشراف الفرص الواعدة التي تحملها السوق المصرية أمام المستثمر الهندي الذي يعني يتطلع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في عدد من القطاعات على رأسها قطاعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر أو صناعة الدواء أو اللوجستيات أو فيما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والاستفادة بالمزايا التي تقدمها الدولة المصرية في عدد من المناطق الاستثمارية. نتحدث عن منطقة غرب ميناء بورسعيد والمنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس. هذه الزيارة تتواكب مع مرور 75 عام على تأسيس العلاقات المصرية الهندية. طوال هذه الفترة شهدت هذه العلاقات طفرات متلاحقة، كان أبرزها الفترة التي مضت 8 سنوات شهدت خلالها هذه العلاقات طفرات ودعم من الجانبين، من انطلاقا من إرادة سياسية متوفرة للانطلاق بهذه العلاقات إلى أفاق أرحب على كافة المستويات، خاصة وأن هناك دوائر مشتركة للاهتمامات بين الجانبين، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو فيما يتعلق بالقضايا والأزمات العالمية الراهنة، كان آخرها التحديات التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ما استدعى تنسيق مستبق بين القاهرة ونيودلهي فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتوفير سلاسل إمدادات الغذاء من القمح تحديدا ومن الحبوب والأغذية الأخرى، بالإضافة إلى قضية الطاقة وانقطاع إمدادات الطاقة. كل هذه التحديات تفرض على القاهرة تعزيز التنسيق والتشاور، سواء فيما يتعلق بالقضايا الراهنة أو فيما يتعلق ببحث سبل تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية. تحديدا نتحدث عن الهند كقوة اقتصادية، هي القوة الاقتصادية الخامسة عالميا. أيضا نتحدث عن تزايد واهتمام متزايد لدى الجانب الهندي بالتعرف عن قرب عن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وتأتي هذه الزيارة لتضيف بعدا جديدا من عن الأبعاد التي تحملها العلاقات المصرية الهندية فيما يتعلق باستضافة بين البلدين. نعم نعم نعم، يعني نتحدث عن أيضا وجود عدد من الآراء والترحيبات داخل الهند والأصداء الإعلامية لهذه الزيارة في ظل ما تكتسبه من دلالات وأهمية على مختلف الأصعدة. محمد، هذه هي المرة الأولى في تاريخ العلاقات المصرية الهندية يتم دعوة رئيس مصري ليكون ضيف الشرف الرئيسي للاحتفالات بعيد الجمهورية، وهو أكبر وأهم الأعياد الوطنية في الهند، في إشارة إلى تقدير واحترام القيادة الهندية إلى الفتاح السيسي الذي أسهم خلال 8 سنوات الماضية في تعزيز العلاقات بين البلدين. هناك إشادة بهذه الجهود المصرية الذي بذلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال هذه السنوات.
الماضية بالتواكب والتزامن مع مرور 75 عام لم تشهد هذه الفترة دعوة الرئيس المصري إلى أن يكون ضيف شرف لهذه الاحتفالات الهامة في الهند. وربما صدر منذ قليل تغريدة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يرحب فيها ترحيبا شديدا بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفها بالزيارة التاريخية التي أسهمت في إدخال السعادة والسرور على كل أبناء الشعب الهندي، والتي حسب ما قال مودي تسهم في دعم وتعزيز هذه العلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة. نعم محمد، بشكرك الزميل علاء رشوان موفد أخبار مصر إلى العاصمة الهندية نيودلهي. هذا وقد أكد سفير مصر لدى الهند وائل حامد أن دعوة نيودلهي للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور احتفالات عيد الجمهورية الهندية حدث غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، يؤكد على مستقبل تطورها خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك في مقابلة أجراها موفد أخبار مصر علاء رشوان مع السفير المصري لدى الهند. كل سنة الجمهورية الهند رئيس الوزراء بيوجه دعوة إلى رئيس دولة من الدول التي يكن لها احتراما واهتماما كبيرا. هذه السنة تم اختيار السيد رئيس الجمهورية ممثلا لجمهورية مصر العربية في ضوء الاهتمام الكبير الموجود من القيادة الهندية بمصر. ومن المهم جدا ان احنا نلاحظ حاجة في هذا الموضوع، ان هذه ستكون اول مشاركة لرئيس جمهورية مصر العربية في عيد الجمهورية. هذا لم يحدث في تاريخ العلاقات ما بين البلدين حتى في الخمسينات والستينات، دايما نتكلم على هذه الفترة ان هي دي كانت فترة وصول العلاقات الى زهوها، الفترة بتاعت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي الراحل جواهرلال نهرو. حتى خلال هذه الفترة لم يتم دعوة رئيس مصري الى ان يكون ضيف شرف في عيد الجمهورية. النهاردة بيتم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في هذه المناسبة. فبالتالي احنا بنتوقع ان العلاقات المصرية الهندية خلال السنوات القادمة ستشهد طفرة كبيرة جدا 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 نتيجة اهتمام الدولتين ببعض. من جانبه أكد السفير الهندي في مصر أجيت جوبيتي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته الضيف الرئيسي في احتفالات عيد الجمهورية الهندية تعد مناسبة بالغة الأهمية لكلا البلدين، وستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة. فخور جدا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند كضيف شرف في اليوم الوطني للهند هذا العام. متأكد أن العلاقات بين البلدين ستصل إلى مستويات متقدمة. إنها المرة الأولى التي ندعو فيها رئيسا مصريا لحضور العيد الوطني كضيف رئيسي. خلال الزيارة ستعقد مباحثات بين الرئيس السيسي وكل من رئيسة الهند ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين، كما سيتم توقيع عدة اتفاقيات ثنائية لبحث زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. أنا واثق أن العام الجديد سيشهد انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم التجارة بين مصر والهند خلال العام المالي 2021-2022 بلغ نحو 7 مليارات و260 مليون دولار، بزيادة 75% عن العام المالي 2020-2021. هذا وقد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 5 مليارات و200 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 4 مليارات و300 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 20.8%. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف معالي السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، بعد التحية، 75 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، كيف ترى أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند مشاركا كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية؟
هي موصلة لتكريس علاقات قوية جدا منذ زمن بعيد أشرت إليه. وأنا أذكر يعني أنا من الدبلوماسيين العواجيز شوية، فعصرت حكومة النحاس باشا، وكان دائما نهرو ومهاتما غاندي زعماء الهند يستشيرونه في قضايا الاستقلال، لأن كلنا كنا خاضعين ونعاني من الاستعمار البريطاني، ونجحنا كلا البلدين في الخروج من سيطرة الاستعمار. ثم جاءت حقبة نهرو جمال عبد الناصر، وربما أيضا سوكارنو في إندونيسيا وتيتو في يوغوسلافيا، وأنشأنا مجموعة عدم الانحياز، وهي أهو أنتم بتعرضوا صورة الرئيس عبد الناصر في زيارة ممثلة. ومن أقوى التجمعات اللي أنشأناها مجموعة عدم الانحياز، ومجموعة أخرى اسمها مجموعة الدول النامية، أو اختصارا بسمها مجموعة 77، وهي صحيح لأنها بدأت ب 77 دولة لكن انتهت الآن إلى 139 دولة، هو أكبر تجمع له قوة تصويت في الأمم المتحدة. واستمرت هذه، نرى على الشاشة إندرا غاندي تسلم على الرئيس جمال عبد الناصر، تواصل دائم للعلاقات وللمشاورات. وأنا أذكر بكل الخير أن الرئيس عبد الناصر كان من أكبر مستشاريه في العلاقات الدولية، كان كريشنا مينون وزير خارجية الهند كان كثيرا ما يزور مصر بناء على طلب الرئيس عبد الناصر ليتشاور في كثير من القضايا التي كنا نتعرض لها. ثم في وقت لاحق أنشأنا ما يسمى بالاتفاق الثلاثي، كان بين مصر عبد الناصر ونهرو الهند وتيتو في يوغوسلافيا، كان يحرر التجارة من أوائل اتفاقيات التجارة الحرة التي نشأت واستمرت حتى عهد الرئيس السادات الذي نراه على الشاشة. إذن الحوارات مستمرة والتعاون مستمر. الآن الهند نهضت أيضا في مجال نحن مهتمون به جدا، وهو مجال تكنولوجيا المعلومات. صحيح. وتصدر برامج كمبيوتر بمليارات الدولارات. وبدأت مصر هذا حديثا، نحن لدينا ما شاء الله على شبابنا الذي يجيد التعامل مع تكنولوجيا الكمبيوترات وما إلى ذلك، ونصدر برامج كمبيوتر وتكنولوجيا معلومات بأربعة مليارات سنويا الآن. نرجو أن نضعف 10 مرات على الأقل. وبناء على كلام سيادتك معالي السفير، يمكن نعم. أجندة زيارة مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتتضمن لقاءات مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية، في رأيك كيف يمكن أن تسهم الزيارة في إقامة شراكة اقتصادية متكاملة بين البلدين؟ هي دي ميزة دبلوماسية الرئاسة، لأن أنا كسفير لي حدود أو دائرة ضيقة أتعامل فيها، يجي وزير الخارجية برضو له دائرة، لكن الرئيس بيسافر عادة ومعه كبار مسؤولي الدولة، فيلتقون أيضا بأقرانهم من كبار مسؤولي الدولة الصديقة، ويصبح هناك قرارات ثنائية نتخير فيها إيه المجالات التي يمكن أن نتوسع فيها، إيه المجالات التي لم ندخلها معا من قبل فندخل في مجالات جديدة. وأكثر شيء يعني ندعو إليه الآن هو أننا ندعو الهند إلى أن تستفيد من موقع قناة السويس والمنطقة الحرة التي أنشأناها لكي تأتي وتصنع ما تنتجه على أرضنا. والحياة الدبلوماسية الهندية الحقيقة أشهد أنها دبلوماسية رفيعة المقام، وأريد أن أنوه هنا بدبلوماسية مصر ويمثلها سفيرنا وائل حامد اللي ماشي على يسار سيادة الرئيس. نحن نطلب وزارة الخارجية على وائل حامد أنه دبلوماسي 6 ملايين دولار. وائل حامد وهو ملحق من 30 سنة وضع مذكرة يشرح بها موضوع كنا سنطلب بيت خبرة أجنبي 6 مليون دولار لكي يدرس معنا هذا الموضوع. هذا الوائل حامد وسافرنا في الهند الآن وفر علينا 6 ملايين دولار وهو ملحق بوزارة الخارجية. لدينا دبلوماسية رفيعة، الهند أيضا نفس الشيء، وأتصور أن كلا البلدين لديها من الخبراء ومن الملفات ما يمكن أن ننشئ مصالح وفوائد كثيرة لكلا الشعبين والبلدين. صحيح. جزيل شكر لك معالي السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، شكرا لك.
تاريخ عريق يميز العلاقات المصرية الهندية يمتد لأكثر من 75 عاما، شملت العديد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات مختلفة منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية في كافة المجالات من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين. المزيد عن تاريخ العلاقات المصرية الهندية نستعرضها في سياق التقرير التالي. أكثر من 75 عاما من العلاقات الدبلوماسية التي تجمع مصر والهند، علاقات بدأت رسميا عام 1947، عززها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بعلاقته القوية مع أول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال جواهر لال نهرو، لتثمر عن اتفاقية صداقة بين البلدين عام 1955، وتنعكس تلك العلاقات على التنسيق الثنائي خاصة خلال مؤتمر باندونج عام 1955 الذي كان النواة الأولى لنشأة حركة عدم الانحياز. لأهمية وثقل مصر والهند كل في منطقتها، تربط البلدين مؤسسات ومنظمات كان لها التأثير الأكبر في تعزيز العلاقات الدولية وعلى مستوى العلاقات الثنائية. فقد تأسست جمعية الصداقة المصرية الهندية عام 1952، كما تمثل كل من مصر والهند قوة الدفع الرئيسية لحركة عدم الانحياز، إضافة إلى أنهما يمثلان القاعدة الرئيسية لمجموعة 15 التي تأسست عام 1989 لزيادة التعاون بين الدول النامية في مجال الاستثمار والتجارة والتقنية. وفي إطار تعزيز تلك الروابط المتميزة، جاء التنسيق المصري الهندي لانضمام القاهرة لمجموعة البريكس التي تضم الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وفي مقدمتها طبعا الهند. يضم المنتدى الذي تأسس عام 2006 أيضا البرازيل وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، أي ربع الاقتصاد العالمي، حيث تنتج تلك الدول 30% مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات. على مدار تاريخ العلاقات المصرية الهندية، تم تصنيف مصر بأنها واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند في إفريقيا، حيث دخلت اتفاقية التجارة الثنائية حيز التنفيذ في مارس من عام 1978 لتسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية، وهو ما انعكس على مضاعفة قيمة التجارة البينية لأكثر من 5 مرات خلال العقد الماضي. كما باتت الهند تحتل المرتبة 12 في معدلات الاستثمارات الأجنبية بمصر، بنحو أكثر من 50 شركة هندية باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار في قطاعات متنوعة، أبرزها الطاقة والاتصالات والزراعة والسيارات، وفرت تقريبا 35,000 فرصة عمل. كما ارتفع حجم التجارة البينية لنحو 7 مليارات و260 مليون دولار خلال عام 2022، بزيادة تخطت 2 ملياري دولار عن عام 2020، حيث تمثل الواردات الهندية 3 مليارات و740 مليون دولار، تركزت على اللحوم والحديد، وبلغت الصادرات المصرية 3 مليارات و520 مليون دولار، تركزت على الأسمدة والبترول والقطن. تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية قيادة وضباطا وأفرادا وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير. وعرب الأزهر الشريف عن اعتزازه وتقديره لما قدمه رجال الشرطة البواسل في ملحمة الإسماعيلية من تضحيات غالية، وبذلوا أرواحهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن، لتظل هذه الذكرى تاريخا تتجدد معه عزيمة المصري كل عام من أجل العمل والبناء والعطاء للوطن.
من جانبه بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 71 لعيد الشرطة، وذكر ثورة 25 من يناير. وفي برقيته أكد رئيس مجلس الشيوخ أنه في يوم 25 من يناير جسدت الشرطة المصرية في معركة الإسماعيلية المجيدة أروع صور البطولة والفداء دفاعا عن أرض مصر وأمنها. وأضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن شباب مصر المخلصين سطروا في عام 2011 ذكرى جديدة خلدت في أحضان تاريخ المصريين أو خلدت في أحضان تاريخ المصريين يوم أن ثاروا في يوم 25 من يناير، وغايتهم هي مستقبل وواقع أفضل للوطن. هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 71 لعيد الشرطة الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 من يناير. وفي برقيته للتهنئة أكد جبالي أنه واجب علينا تخليد ذكرى شهدائنا من رجال شرطة الأبرار الذين قدموا أرواحهم ثمنا غاليا فداء للوطن، ويتواصل عطاؤهم يوما بعد يوم ليؤكدوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر. كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بذكرى 71 لعيد الشرطة والذي وافق 25 من يناير من كل عام. وأكد جبالي أن هذه الذكرى الطيبة تمثل يوما تاريخيا مجيدا نتذكر فيه رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فدفعوا أرواحهم ثمنا غاليا فداء للوطن وحماية لترابه المقدس. كما بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. وعرب وزير الدفاع عن تقدير رجال القوات المسلحة لدور الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية والسهر على أمن وسلامة المجتمع المصري، مؤكدين الوفاء بالمهام المقدسة للحفاظ على أمن وسلامة أرض مصر وتأمين انطلاقتها نحو البناء والتنمية والحياة الكريمة. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية مماثلة لوزير الداخلية بهذه المناسبة. وعودة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ التحية والتقدير على حفاوة الاستقبال من قبل رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي. وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سعيد جدا وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي، الأمر الذي يجعلنا أكثر تصميما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتميز بيننا. واطلع إلى اجتماعات ومناقشة مثمرة مع صديقي أتطلع إلى مناقشات مثمرة مع صديقي العزيز مودي. كان رئيس الوزراء الهند قد نشر على حسابه في تويتر ترحيبا خاصا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن زيارة الرئيس تاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالات الهند بيوم الجمهورية، معربا عن تطلعه إلى مناقشات مع الرئيس غدا. وجاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال ترأسه لاجتماع اللجنة الوزارية للسياحة بالعمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حاليا من ثروة عقارية حديثة. نعم، وخلال اجتماع آخر أكد مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة. كما ترأس رئيس الوزراء اجتماعا لجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها. استمرارا لجهود الحكومة في دعم وتنشيط السياحة، عقدت اللجنة الوزارية للسياحة اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أشار إلى الدور الذي توليه الحكومة لتذليل أي عقبات تواجه هذا القطاع لمضاعفة أعداد السائحين. وخلال الاجتماع استعرض وزير السياحة والآثار أبرز مؤشرات الأداء السياحي للعام السابق والمؤشرات المتوقعة للعام الحالي،
وفي إطار خطوات التحول الرقمي، أوضح أن هناك نحو 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة مصر إلكترونيا، بالإضافة إلى رقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، حيث بيعت 1,700,000 تذكرة بصورة مميكنة من إجمالي 2,000,000 تذكرة مباعة في ديسمبر الماضي. ولمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، ترأس الدكتور مدبولي اجتماعا أكد خلاله عمل الحكومة للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ، مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المسبق بشكل فعال يسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج. وقد بلغ إجمالي المفرج عنه من البضائع خلال الفترة من 18 حتى 23 من شهر يناير الجاري ما يزيد على 1.5 مليار دولار. وفي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعا. إيمان التوني، التلفزيون المصري. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنسيق الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات إلى البورصة المصرية، مشيرا إلى أن الجهود خلال الفترة الحالية تتركز على إعداد رؤية مشتركة ذات أهداف محددة لتعزيز الاستثمار في سوق الأوراق المالية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة خطة الحكومة لتنفيذ الاستثمارات وتعزيزها في سوق الأوراق المالية عبر صياغة رؤية موحدة من جميع الجهات المعنية بشؤون الاستثمار في مصر، واستعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية والمقررة الشهر المقبل، والتي تأتي استكمالا لبرنامج الجولات الخارجية التي بدأت في أكتوبر الماضي. وفي شأن آخر، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الدور الهام للمجلس الأعلى للموانئ في إطار القرار الصادر مؤخرا بإعادة تشكيله وما يتضمنه من اختصاصات يتولاها المجلس، من بينها وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع الموانئ الجمهورية وتبني استراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية بما يحقق التكامل والتنسيق بينها، سعيا لجذب المزيد من الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، إلى جانب مراجعة خطوط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بتلك الموانئ، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين المعنيين الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمحافظة الإسكندرية، حيث تمت الإشارة إلى أنه جار حاليا الانتهاء وتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة. كما أكد الاجتماع على اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لمدينة الإسكندرية ووضعها على خريطة التنمية لجعلها في مصاف المدن القادرة على جذب العديد من الاستثمارات. وأشار الاجتماع أيضا إلى الاهتمام الكبير بملف العشوائيات في مختلف المناطق بمحافظة الإسكندرية، حيث يتم التنسيق بهذا الشأن مع صندوق تطوير العشوائيات. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في دير البلح بقطاع غزة وتدمر الممتلكات الزراعية للفلسطينيين. حلف الناتو يشدد على ضرورة تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ومتطورة بأقصى سرعة ممكنة لمواجهة الجيش الروسي. أعربت مصر عن بالغ إدانتها لقيام زعيم إحدى الحركات المتطرفة بتمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير وينتهك مقدسات المسلمين ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب، بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان
الإيمان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الأوروبية مؤخرا، مشددة على مسؤولية تلك الدول عن منع تكرار مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. أجرى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عمان، وذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله شدد خلال اللقاء على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، كما أكد ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام. وجدد الملك عبد الله تأكيد موقف الأردن الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، كما بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشروعات الاقتصادية والإقليمية. توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية شرق بلدة دير البلح وسط قطاع غزة، منطلقة من المواقع العسكرية شرق القطاع، وقامت بأعمال تجريف للممتلكات المواطنين الزراعية. كما هدمت جرافات الاحتلال خيام أهالي قرية العراقيب في منطقة النقب، وذلك للمرة 212 على التوالي. واعتدت شرطة الاحتلال على سكان وأجبرتهم على الخروج من مساكنهم قبل أن تهدمها الجرافات الإسرائيلية. من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال المواقع الأثرية في سباستية شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقال رئيس بلدية سباستية أن هذه الاقتحامات أصبحت شبه يومية، وأن هناك مخاوف من تنفيذ مخططات للاستيلاء على الموقع الأثري. رفض النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات القرارات التي أصدرها قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، واعتبر النائب العام أن القاضي بيطار موقوف عن عمله في التحقيق بحكم القانون. جاء ذلك بعد أن وجه قاضي التحقيق اتهامات لأربعة قضاة بينهم النائب العام في إجراء غير مسبوق في تاريخ لبنان. ووجه بيطار اتهامات أيضا لرئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، ولوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقائد الجيش السابق جان قهوجي. وكان القاضي بيطار قد استأنف التحقيق أمس بشكل غير متوقع بعد توقفه لأكثر من عام. أعلنت الحكومة الأوكرانية إقالة عدد من كبار المسؤولين على خلفية قضية فساد تتعلق بعمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها، وتمت إقالة خمسة حكام مناطق هي كييف ودنيبرو وزابوريجيا وسومي وخيرسون، وأربعة مساعدين للوزراء ومسؤولون في وكالات حكومية، بالإضافة إلى مساعد مدير الإدارة الرئاسية ونائب المدعي العام. جاءت تلك الإقالات بعد يومين من اعتقال نائب الوزير البنية التحتية الأوكراني على إثر اتهامه بتلقي 400,000 دولار من أموال العقود المخصصة لشراء مولدات. كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن منع الوزراء والنواب وكبار موظفي الدولة من مغادرة البلاد إلا لرحلات العمل. وأشار زيلينسكي إلى أنه وجه الحكومة بإجراء تغييرات جذرية على قواعد السفر إلى الخارج خلال الأيام المقبلة. شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ على ضرورة إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ومتطورة بأسرع وقت. وحضر ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بالعاصمة برلين من ضرورة عدم التقليل من قدرات روسيا، كما أعرب عن اقتناعه بأن السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة هو إقناع بوتين بأنه لن ينتصر في ساحة المعركة. من جانبه، أعلن وزير الدفاع البولندي أنه طلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا. من جهته، قال المتحدث باسم الشركة راين ميتال الدفاعية الألمانية إن الشركة قد تسلم 139 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر. وتواجه ألمانيا ضغطا أوروبيا مكثفا لتزويد كييف بهذا النوع من الدبابات.
أهلا بحضراتكم من جديد. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن كل إمكانيات وزارة الزراعة ستكون في خدمة دعم العمل الأهلي التنموي. جاء ذلك خلال حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون مشترك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة ومشروعات الأمن الغذائي ودعم المزارعين. تعاوننا مع التحالف الوطني والعمل الأهلي والعمل المدني ده له أزرع وله آليات يقدر يتواصل مع المزارع أو المربي الصغير بآليات أخرى، ففي إطار التعاون معنا بين مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة الزراعة في المجال بتاعها وزملائي في الوزارات الأخرى ونتعاون ونقدر نوصل للمربي ده كله في إطار يعني حياة كريمة، نقدر نرفع من مستوى المواطن الصغير من أهل الريف، نقدم مشروعات، نحسن الإنتاجية، نزود إنتاجية المحاصيل، نزود إنتاجية العائد من الثروة الحيوانية. يهدف البروتوكول إلى مشاركة التحالف الوطني بالمشروعات والفعاليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات الزراعة. توقيع بروتوكول للتعاون ما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ما بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وده كمان يمكن بعد المؤتمر الأول للتحالف الوطني وبعد إشادة السيد الرئيس بمبادرة ازرع وتكليفه أن يتم التوسع في استهداف ملف الزراعة وتنمية صغار المزارعين بالشراكة وبالتعاون مع الحكومة. ويمكن احنا لينا ان شاء الله يبقى دور كبير كمجتمع مدني كجمعيات أهلية وكروابط فلاحين وتعاونيات زراعية في التعامل مع الملف ده على الأرض. وفقا للبروتوكول تتولى وزارة الزراعة تنفيذ البرامج التدريبية لرفع الوعي والتدريب والإرشاد الزراعي لكوادر التحالف، وذلك في إطار مجالات التعاون المتفق عليها، كذلك العمل والتنسيق بين الطرفين لإطلاق قوافل بيطرية ضمن القوافل الشاملة التي ينفذها التحالف. يأتي توقيع البروتوكول في ظل تحركات وزارة الزراعة في زيادة التعاون مع مختلف المنظمات سواء الحكومية أو المدنية للحفاظ على الأمن الغذائي المصري. منذر أبو دوح، التلفزيون المصري. نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار في الكشف عن مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت إيسا أند رواس المتاخم لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة. وأكد الدكتور مصطفى وزيري أهمية الكشف حيث إنه كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر والتي تعد امتدادا لمدينة طيبة القديمة، مشيرا إلى أنه خلال أعمال الحفر الأثري عثرت البعثة على عدد من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين الثاني والثالث الميلادي وعدد من الورش لصناعة وصهر المعادن. كما أكد الدكتور مصطفى وزيري أن البعثة سوف تستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتي ربما تقود للكشف عن المزيد من أسرار هذه المدينة. أما الآن فقد وصلنا إلى وقفتنا الاقتصادية وجولة في أخبار المال والأعمال مع الزميل أحمد يوسف. إليك أحمد. أهلا بكم مشاهدينا والنشرة الاقتصادية للثامنة. غلب الارتفاع على مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من جانب المستثمرين الأجانب والمؤسسات العربية. وصعد المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنحو 1.6% ليغلق عند مستوى 16293 نقطة. كذلك ارتفع المؤشر اي جي اكس 100 بنحو 1%، بينما تراجع المؤشر اي جي اكس 70 على نحو طفيف بلغ 0.5%. أكد وزير المالية محمد معيط تدبير 2.3 مليار جنيه لدعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال موازنة العام الحالي، يتم صرفها على دفعات ربع سنوية حتى يتسنى صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة. وأوضح معيط أنه تم إتاحة 1.6 مليار جنيه خلال 9 أشهر حتى مارس 2023 على النحو الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع رؤساء المجالس التصديرية للقطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية ومواد البناء والحاصلات الزراعية رؤى وخطط عمل هذه المجالس الهادفة لزيادة الصادرات المصرية، وذلك للاستفادة من المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً. وقال سمير إن اللقاء استعرض إمكانية مشاركة المجالس التصديرية في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حاليا للنهوض بالصناعة الوطنية ولزيادة معدل النمو الصناعي وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية. تلقى منفذ أهلا رمضان إقبالا كبيرا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق لرفع العبء عن كاهل المواطنين. تمتد الطوابير لشراء السلع الأساسية من معارض أهلا رمضان التي انطلقت في مختلف المحافظات بداية من شهر يناير. أنا شايف حاجات كويسة، يعني أحسن من بره بكتير. أكيد الناس كلها برضو هتعجبها حاجة زي دي. في فرق شاسع، لأن في فرق بس أزازة الزيت ب 36 بره ب 45 كتير، وأنا صاحبة معاش فيا دوبك دول عليا لم نفسي بيهم، يعني الحمد لله. الرز ب 14.5 وفي ب 15 وفي ب 16 وبره بيوصل 20 و22. فروقات كتيره في الاسعار، زي في الزيت وزي في السكر وزي في الرز. بقالي 3 ايام بجيب حاجات منين؟ اشتريتي ايه بقى في 3 ايام؟ حاجات كتير، زيت وسكر وشاي وما شاء الله، يعني المعرض مليان حاجات جميله. المواطنون الذين جاءوا من مناطق بعيده طالبوا بنشر تلك المعارض في القرى والمراكز على مستوى الجمهوريه. جاي من مسافة مثلا بعيدة فبياخد وقت طبعا ويكلفني، ده طبعا مصاريف جامدة طبعا. جاية من الشيخ زايد أشوف المعرض بيتكلموا عليه وعلى نظافته وعلى المستوى الشغل، ولا بجد كل حاجة حلوة. المعارض دي تبقى في كل حتة، إن طبعا في ناس بتيجي الأماكن دي عشان جنب الماكن، وفي أماكن تانية بعيد ما فيش حد بيقدر يروح. يا ريت كل المعارض دي تبقى في كل الأمكنة. وبينما يثمن البعض على توافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، يشكو آخرون من تحديد كميات للفرد، لكنهم اتفقوا على أهمية الرقابة على الأسواق. كل ما اتكلم واحد بين ساعة وساعة يقول لك غلي، بين ساعة وساعة غلي، ايه اللي غلي؟ ايه اللي غليت؟ المطلوب ان في رقابة، حاجة تبقى مسعرة من السر. مش النهاردة انزل اشتري كرتونة بيض الاقيها ب70، تاني يوم الاقيها ب90. ويدرك قطاع من المواطنين اسباب الازمة من عوامل داخلية وخارجية. انت عارف حرب الروسية الاوكرانية عاملة مشاكل كتير، فهم كتر خيرهم ان هم وفروا لنا الأشياء ديت بالقدر المستطاع. يعني البلد بتعمل معارض عشان خاطر تفك الأزمة، المفروض ان احنا نشارك في فك الأزمة دي، في فك الأزمة دي نشارك فيها بان احنا ناخد 5 كيلو وامشي، وربنا هيسهلها بعد اسبوع بعد شهر بعد 15 يوم هيتعمل معرض تاني. وتستمر معارض اهلا رمضان حتى نهاية شهر رمضان المعظم. ومن الواضح ان معارض اهلا رمضان تلقى قبولا واستحسانا كبيرا من قطاع عريض من المواطنين الذين طالبوا بمزيد من الرقابة على الأسواق، كما طلبوا بنشر تلك المعارض في القرى والمراكز لدعم المواطن المصري في مواجهة أزمة غلاء تسبب فيها أزمة اقتصادية عالمية تواكب معها عملية احتكارية محمومة من بعض التجار لبعض السلع الرئيسية واجهتها الحكومة بحسم. من معرض أهل رمضان بفيصل، محمود العزالي، النيل. ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بموجة جديدة من المكاسب لأسهم التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون بيانات من المنتظر أن تظهر تحسنا في نشاط الشركات بمنطقة اليورو. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1.1% بدعم من أسهم التكنولوجيا، كما صعد المؤشر كاك الفرنسي بنحو 2.1%.
النشرة الجوية، أهلا بكم. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا. وعن التوقعات لثلاثة أيام القادمة نبدأها من القاهرة: الأربعاء 11-21، الخميس 12-22، الجمعة 10-23. شرم الشيخ الأربعاء 15-24، الخميس 14-24، الجمعة 14-25. الأقصر الأربعاء 9-24، الخميس 10-26، الجمعة 10-27. والآن مشاهدينا مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: القاهرة 11-21، الإسكندرية 11-21، دمياط 13-20، بورسعيد 13-20، العريش 10-20، رفح 9-19، الإسماعيلية 9-21، السويس 10-21، مطروح 11-19، وادي نطرون 10-21، المنصورة 11-20، طنطا 10-20، دمنهور 11-20، سانت كاترين 3-17، الغردقة 13-23، شرم الشيخ 15-24، الفيوم 9-21، المنيا 7-21، أسيوط 7-22، سوهاج 7-23، قناة 8-24، الأقصر 9-24، الوادي الجديد 6-24، أسوان 11-26، حلايب 17-23، شلاتين 16-25، أبو رماد 15-25، رأس حدر 14-24. لم يتبقى لنا سوى التذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يبدأ زيارة لنيو دلهي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على الإسراع في عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المختلفة. مصر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدة دول أوروبية. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.تي. شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء.